السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يجازيك بخير. انا واحد السيده كنعيش تقريبا المده ديال 30 عام هذه كنعيش واحد المعاناه مع الزوج ديالي اللي هرب عليا وخلى لي اربعه ديال الوليدات وداهم لي الخيريه، وانا مجوجه بالعقد الزواج ديالي وبدلوا لي النائب الاول ديال وكيل جلاله الملك بالمحكمه الابتدائيه هنا في الرباط، زور لهم الاسم العائلي ديالهم. هادشي اللي تنقولوا انا كنطلب فيه تحقيق. انا عندي العقد الزواج وهما دايرين لهم حيدوا لي ولادي الصحه وداهم ليا وبدلوا لي من الاسم العائلي، ومن بعد من استرجعت وليداتي وبديت كنطالب بالحقوق ديالهم. انا معرضه دابا للقتل، وفين ما كنت الرباط كله تيعرفني، من اي زنقه اي شارع دزت منه الا كنت كنكذب كل شيء كيعرفني. دابا انا مهدده بالقتل انا بولادي. علاش؟ حيت بغيت نصلح الخطا ديالي اللي داروا لي في حال المدنيه دولادي. وما كاين لا نفقه لا سكن لا حتى شي حاجه، لا طبيب لا عقود الازدياد لا حتى شي حاجه. دابا انا مكرفسه، انا مرا مجوجه 30 عام وانا في الرباط، كل شيء كيعرفني بلا حقوق بلا حتى شي حاجه. وانا مرت بالسياتيك بهاد الجري كامل، ما كنت لا مريضه بالسياتيك لا حتى حاجه، مرت ما عندي لا اوراق لا حقوق لا حتى شي حاجه. واي مسؤول هنا في الرباط انا كنقولها في الشارع العام، اي مسؤول هنا في الرباط كيعرضني للقتل وكيعاود دابا مهدده بالاعتقال او مستدعاءات عندي على ذوك الفيديوهات اللي كنت درت شحال هذه باش خرجت ولادي. دابا كيتحلفوا عليا باش يديروا لي موتيف ويعتقلوني، وانا دابا من هذا المنبر انا كنطالب بفتح تحقيق في هذا الملف ديالي والملف ديال ولادي اللي زوروا لي اللي زوروا ليهم الحاله المدنيه ديالهم. انا مجوجه والسيد هو كاين هنا في الرباط وهما صحابو هنا في الرباط، والرباط كله كيعرفني. كنت كنقيل تبع سيدنا باش نشكي على حقي وباش يصابوا لي الحاله المدنيه لولادي، وانا ولادي ضايعين. وانا مهدده بالقتل من طرف رجال السلطه ومن طرف النائب الاول ديال وكيل جلاله الملك اللي حيد لي ولادي وتكرفص عليا وعقد لي ولادي ودمرهم في العقليه ديالهم وفي الصحه ديالهم. وحنا دابا ما عندنا حتى شي كرامه، لا سكن لا الحاله المدنيه باش وليداتي يمشيو يخدموا، لا اسم عائلي صحيح لا حتى شي حاجه. انا ضاغطين عليا وكيصيفطوا لي البلطاجيه باش تقتلني، وكليت السم مرارا وتكرارا. ودابا انا حاليا مهدده بالاعتقال. بغيت نعرف علاش، واش حيت بدلوا لي الاسم العائلي ديال ولادي، واش حيت احتجوا لي ولادي في الخيريات، واش راجلي كاينه عباد الله ومجوج وسامح لي في الدراري؟ كيفاش دارت السيد تتجوج وسامح في اربعه ديال الاولاد؟ وحاليا داو لي اربعه ديال الاولاد الخيريه 99، والبنت عندها اربع شهور كترضع من بزوله حيدوها ليا، والبنت ما عطاهاش ليا قالوا لي ماتت. ولقى ليا مؤخرا واحد السيد راه معتقل عادي البداحي الصحفي النازي هو اللي مشى جابها ليا من تارودانت. لقاها في تارودانت كان عاطينها لواحد السيده كطب هنايا في ابي رقراق في الروض ديال ابي رقراق. ومن السيده ملي سمعتني انا كنتبع الملك باش نطالب بنتي، شدوا البنت داوها لبن سليمان، من بن سليمان طلعت تبعها داوها لتارودانت. كبرات البنت عندها اربع شهور هنا في هذا السونتر هذا ديال لاله مريم ما كتعرفنيش. ومنين مشيت جبتها ضرباتني البنت، قالت لي علاش خليتيها ليا؟ انا ما تخليتش عليها، حيدها ليا النائب الاول ديال وكيل جلاله الملك. وكنقولها براسي مرفوع وكنقولها للبوليس كلشي، هما السيفين مخلطين وصحاب الكسوه وكلشي، بان تحيدت ليا بنتي صحه بالعنف تعليمات ديال النائب الاول ديال وكيل جلاله الملك. ودابا انا مع هذا المنبر كنطالب صاحب الجلاله بفتح تحقيق في هذه القضيه والتحاليل ديال ولادي مع باهم، لان باهم كاين ما تعطيني لا نفقه لا والو. كيفاش بغيتو انا نعيشو؟ كيفاش بغيتو هاد الانسان تعيشو عباد الله؟ اربعه ديال الاولاد لا حاله المدنيه لا حتى شي حاجه. انا كنطالب من هذا المنبر في التحقيق في هذه القضيه. حاليا انا كنعيش في واحد السكن محرشين عليا، اقسم بالله الا بغيتكم تمشوا تشوفوا الطواليت طالقينها عليا بالتعليمات ديال هاد الناس ديال السلطه، معذبين لي انا ميته وانا حيه. انا دايرين لي الموت البطيء دابا مهده بحياتي انا ولادي. ما عندي حتى شي كرامه، ما عندي لا اوراق، ما عندي حتى شي حاجه. انا ديما مهده بحياتي فين ما كنمشي نهضر، فين ما كنمشي نهضر على الحاله المدنيه ولادي باش يصلحوا ليا كنتهدد بالاعتقال. فين ما كنوض نهضر ونمشي للمحكمه ولا يشوفوني كنبحت كيصيفطوا ليا استدعاء ما دايره حتى شي حاجه. انا الرباط كله كيعرفني وكله كيتعامل معايا وكله كيتعامل معايا. وهذا المشكل ديالي بغيتكم الله يجازيكم بخير تمشيو معايا للدار وتشوفوني فاش كنعيش. بغيتكم تمشيو تبكيو الدار، كتقطر عليا الطواليط، محرشين عليا هاد الناس اللي عندي معاهم حزازات ديال السلطه، محرشين عليا. هما كاينين منهم اللي كيسمعوا فيا في المقاطعه، واقسم بالله الا قالوا للمدير طلق عليها الطواليط باش تخرج واي بلاصه كنت فيها كيديروا لي بحال مده ديال 30 عام. دابا البنت راه رجعت هربت لان كبرت ما كتعرفنيش من 4 شهور حتى 17 عام، راها تغتصبت وولدت. بغيت نعرف انا ديك البنت اللي مشات درت عليها مره اخرى شكايه باش يقلبوا البنت ويجيبوها، اللي مشاو صابوا ليها الوراق وهما مزورين، والبنت راه هي والده ومغتصبه، وانا شغلي كله المسائل ديالي كلها مدمره. بغيت نعرف واش انا ماشي مواطنه؟ واش انا جيت نمشي عرض وحده اخرى؟ انا بغيت الحقوق ديالي.